أحييكم مشاهدينا، مساء الخير، أنا ميسون واهد وأقدم لكم أخبار الساعة. نبدأ كالعادة بأبرز العناوين. جنين في دائرة الاستهداف الإسرائيلي مجددا، العربية ترصد نزوح مئات العائلات الفلسطينية من المخيم. بين قضايا ترامب وعمر بايدن، مجموعة أمريكية تبحث عن حل وسط. بعد تمرد فاغنر، ميدفيديف يلوح بلجوء موسكو إلى السلاح النووي. وفدان من مصر وإيران يبحثان عودة التمثيل الدبلوماسي، والقاهرة تشترط التدرج. أهلا بكم مشاهدينا، بداية أخبار الساعة من مخيم جنين، حيث رصدت كاميرا العربية لحظة خروج عدد كبير من العائلات الفلسطينية من المخيم في وقت أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أخلت أكثر من 500 عائلة من داخل المخيم. يأتي هذا بعد أن شنت القوات الإسرائيلية هجوما على المخيم فجر الاثنين، استخدمت فيه مسيرات وطائرات حربية ومروحيات. العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين هي الأكبر منذ نحو عقدين من الزمن، والقوات الإسرائيلية في هجومها استخدمت مسيرات وطائرات حربية ومروحيات، ودفعت بقوات برية وصفت بأنها بحجم لواء، أي ما لا يقل عن 1000 جندي على الأقل. مسؤول عسكري إسرائيلي قال لصحيفة يديعوت أحرنات أن قرار تنفيذ هذه العملية العسكرية اتخذ قبل عام من اليوم، وتم تأجيله لمرات عدة. لكن ماذا عن اسم هذه العملية؟ الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية لم يطلقا عليها اسما محددا، كما تقول صحيفة جيروزاليم بوست إن استخدام الجيش الإسرائيلي مصطلح المنزل والحديقة هو للاستخدام العسكري الداخلي، ويشير إلى أن هذه الغارة ضيقة ومركزة ومقصود منها أن تكون قصيرة. ودلالات التسمية وفق الصحيفة مرتبطة باسم جنين، التي من دلالات اسمها الجنينة أو الحديقة، ومن هنا جاء استخدام الجيش الإسرائيلي لاسم المنزل والحديقة على هذه العملية. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهان أن العملية العسكرية في جنين مقتصرة على المدينة، ولا خطوط بل خطط لتوسيعها في أنحاء الضفة الغربية. من جنين ينضم إلي مراسل العربية عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ، أهلا بك معنا، هل يمكن أن تطلعنا على موضوع نزوح الناس من المخيم؟ ما هو وضعهم وإلى أي جهة ينزحون؟ نعم، كما تشاهدين ميسون، ما زالت الجرافات الإسرائيلية والمركبات تقوم بتجريف يعني محيط مخيم جنين. هناك جرافتان الآن يعني، وعدد كبير من المركبات العسكرية التي تقوم بالتجريف بعد أن أخلت الآلاف. الهلال الأحمر الفلسطيني يقول أنه تم إخلاء 3000 فلسطيني من داخل المخيم إلى المدينة أو القرى المجاورة، وكانت مآذن المساجد تطلب من الناس فتح بيوتهم لاستقبال هذه العائلات من النساء والأطفال والرجال. تحدثنا مع بعضهم وقالوا أن يعني أعطوا مهلة لإخلاء المخيم توطئة، وبيوت من المخيم توطئة لدخول يعني الجزء الثاني من العملية. الآن يعني هناك مركبات عسكرية، العشرات الحقيقة من المركبات العسكرية تدخل من هذا المحور، من المحور الشمالي للمخيم باتجاه حي الجبريات، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. نسمع بين الفينة والأخرى أيضا طلقات نارية في اشتباكات تدور داخل المخيم، لم تتوقف عمليا منذ ليلة أمس. وفق بعض المصادر تقول أن يعني على ما يبدو أن الجزء الثاني من العملية قد بدأ وقد يبدأ هذه الليلة، وهو بعد إخراج المدنيين، علما أن يعني المخيم فيه نحو 30,000، ما تم إخراجه فقط هم 3,000 فلسطيني من العائلات، البقية ما زالت داخل المخيم بلا كهرباء، بلا ماء، بلا أي وسائل للحماية. الهلال الأحمر رافقت بعض العائلات في
خروجها للمخيم، والآن يجري هناك الدفع بمزيد من التعزيزات الإسرائيلية باتجاه مخيم جنين. طواقم الحصيلة حتى الآن عبد الحفيظ بالنسبة للقتلى والجرحى. نعم، الجيش الإسرائيلي قتل 8 فلسطينيين منذ بداية هذه العملية، أغلبهم سقط بإطلاق صواريخ من طائرات الاستطلاع. أكثر من 20 غارة إسرائيلية نفذت على أماكن مختلفة من هذا المخيم، إضافة إلى عمليات القنص التي نفذها الجيش الإسرائيلي. هناك نحو 30 جريح، ونسمع سيارات الإسعاف بين الفينة والأخرى. على ما يبدو ما زال هناك مزيد من الجرحى، بعضهم إصابته خطرة، نقل إلى 3 مشافي في مدينة جنين. نعم، أسمع تكبيرات. هل من مؤشرات على تصعيد عبد الحفيظ، أم من الممكن أن تكون الأمور أو المباحثات والاتصالات التي تجري من الممكن أن تصل إلى نتيجة إيجابية؟ لا، على ما يبدو ميسون أنه وفق ما قال بيان للجيش الإسرائيلي عند بداية هذه العملية، أن هناك أهداف لهذه العملية، وأن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف من اقتحام هذه المدينة إلا عند تحقيق هذه الأهداف. الحديث عن إنهاء ظاهرة الوجود المسلح للمقاتلين الفلسطينيين داخل المخيم، إذن الحديث إما عن اعتقال أو تصفية نحو 150 إلى 200 مقاتل فلسطيني داخل هذه المخيم، يشكلون كتيبة جنين وهم من مختلف الفصائل الفلسطينية، إما تصفيتهم أو اعتقالهم، إضافة لإنهاء بعض المشاغل لتصنيع المتفجرات الأولية والعبوات الناسفة بدائية الصنع والتي استخدمها المقاتلون بشكل كثيف هذا اليوم في عمليات التصدي لهذه التوغلات التي تجري من أكثر من محور لمخيم جنين. شهدنا أيضا عمليات تجريف واسعة، تم فصل المخيم. نعم، انفجار كبير، ربما يعني إلقاء محاولة لإلقاء عبوة ناسفة من قبل مقاتلين فلسطينيين على هذا الرتل العسكري الإسرائيلي الذي يحاول التوغل من الجهة الشمالية للمخيم. ما زال يعني بعض الشبان الفلسطينيين يتمكنون من استهداف المركبات العسكرية الإسرائيلية بين الفينة والأخرى. الحديث عن يعني مقاتلين حتى من بعض القرى والأرياف الفلسطينية ومن مدينة جنين يحاولون الاشتراك في هذه الاشتباكات لتخفيف الضغط على المقاتلين المحاصرين عمليا داخل المخيم. طب الذي سمعناه الآن عبد الحفيظ، هل تمكنتم مثلا من رؤية أين سقط، مما هو، هل تتمكن من مشاهدة ما يحصل أم لا؟ نعم، هي عبوة ناسفة استهدفت جرافة، عمليا هناك جرافة خلف هذا المبنى مباشرة الذي أمامي. جرافة تقوم بمحاولة أيضا جرف الطرق لمنع دخول السيارات ومنع التنقل إلى داخل المخيم. عبوة ناسفة محلية صنع على مبنى استهدفت هذه الجرافة. هناك نحو 15 جرافة من الحجم الكبير التي أيضا تشارك في هذا التوغل، وبالتالي هناك استهداف لهذه الجرافة إضافة للمركبات المدرعة الموجودة. أيضا ميسون كان هناك رصد لوجود عدد من الدبابات يعني العسكرية الكبيرة التي قد تشترك أيضا لاحقا في هذا الاقتحام. يتكاثر أيضا أصوات يعني أصوات سيارات الإسعاف التي تتكاثر أيضا، على ما يبدو أن يعني حدة الاشتباكات يعني تزداد. يعني هل تتمكن من التحرك، لأنه بالساعات الماضية كانت هناك بعض الأنباء منع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى؟ سيارات الإسعاف يعني رافقت عملية الهلال الأحمر. على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي أعطى شبه مهلة أو شبه هدنة لتمكين العائلات الفلسطينية من النزوح، ممن يرغب من النزوح من المخيم، خصوصا النساء والأطفال. شهدنا تراجع في حدة المواجهة، وكان هناك يعني السماح لسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني بمرافقة النازحين للخروج من المخيم من هذه الجهة التي نقف فيها. أكثر من 3000 فلسطيني من السيدات والأطفال والرجال كبار العمر تمكنوا من الخروج بعد أن كانوا محاصرين طوال هذا اليوم والأمس في المخيم. بعد ذلك الآن نرى اقتحاما كبيرا من هذه الجهة،
لمحاولة ربما تطويق المخيم أو تقطيعه يعني إلى مربعات، في محاولة تقطيع المخيم إلى مربعات. نرى شبان فلسطينيين أيضا، يعني الأمر في ميسون ليس فقط مرتبط في الاشتباكات المسلحة، أيضا هناك عشرات من الفتية الذين يشاركون في إلقاء الحجارة وإشعال الإطارات المطاطية ومحاولة يعني عرقلة يعني سير هذه المركبات العسكرية. ربما تشاهدين في طرف الصورة على الأيمن يعني بعض الشبان الفلسطينيين والفتية الذين يحاولون عرقلة هذا الرتل العسكري الإسرائيلي الكبير. بالنسبة للتصريحات السياسية، كنا استمعنا بكلمة للرئيس أبو مازن، وكان هناك موقف أيضا لسيد شتية. هل من تصريحات جديدة من الفصائل، من أي فصائل أو أي موقع حكومي جديد؟ باستثناء الدعوات للإضراب والدعوات للتصعيد التي يعني صدرت من أكثر من فصيل فلسطيني في أكثر من مدينة وأكثر من جهة، لا يوجد الكثير غير يعني تصريحات الإدانة، تصريحات الاستنكار والجهود الدبلوماسية التي تبذلها السلطة الفلسطينية سواء مع الأشقاء العرب أو مع الدول الأوروبية أو مع الجانب الأمريكي في محاولة يعني لثنيهم الضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية التي يعني إن استمرت على هذه الشاكلة قد توقع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين. لا نعرف الحقيقة الخطة الإسرائيلية ومجرى هذه الخطة، ولكن ميسون بدأت هي بغارات عسكرية مشددة وكبيرة بالطائرات على المخيم، استهدفت مسرح، نادي، أماكن عدة، ثم جرافات دخلت وتوغلت وقامت بفصل المخيم بشكل كامل عن محيطه. الآن إخراج للعائلات وإجبارهم على النزوح من المخيم، والآن على ما يبدو يعني المرحلة الثانية من هذه العملية التي ربما تتمثل باقتحام المخيم من بيت إلى بيت ومحاولة الاشتباك بشكل مباشر مع المقاتلين الذين يتحصنون في بيوت المخيم في الداخل. دائما سنكون معك عبد الحفيظ لنتابع معك أي تطور يحصل في جنين، وطبعا للمزيد من التطورات والمعلومات يمكن المشاهدين أن يتابعوا ما يجري في جنين على قناة الحدث. شكرا لك عبد الحفيظ جعوان، كنت معي من جنين. بالتزامن مع الأحداث الدائرة في مخيم جنين، لا تزال الأصوات المناهضة تعلو شوارع إسرائيل بسبب خطط الحكومة للتعديلات القضائية، حيث أغلق المتظاهرون لفترة وجيزة الطرق المؤدية إلى ميناء بحري هام قبل تجمع للحشود في المطار الرئيسي. وأغلق عشرات المتظاهرين، بعضهم يرفعون العلم الإسرائيلي والبعض الآخر يقطعون الطبول، بوابة ميناء حيفا في الشمال لمدة ساعة ونصف الساعة، في وقت لم تثمر محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتهدئة بعض الاحتجاجات خلال محادثات للتسوية مع المعارضة. ونظرا لأن الائتلاف حكومة نتنياهو الدينية القومية يتمتع بأغلبية برلمانية مريحة، ينظم المعارضون المزيد من الاحتجاجات في الشوارع في محاولة لمنع التغييرات التي يرون أنها تهدد استقلال القضاء في إسرائيل وبنية الدولة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي من تل أبيب الخبير في الشأن الإسرائيلي دكتور رؤوفين باركو، ومن تل أبيب معنا أيضا المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية ألون أفيتار. إلى أي حد العملية الأمنية في جنين هي محاولة لترحيل أزمة نتنياهو؟ أبدأ معك دكتور رؤوفين باركو. سيدة ميسون، مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا هذه الأسطورة عديمة أي رصيد. لو كل مرة اللي كان يحتاج فيها رئيس دولة إسرائيل إلى إلقاء الضوء
عن ما يجري داخل إسرائيل، كان هناك كل عملية عسكرية اللي قامت بها إسرائيل ضد الإرهاب الفلسطيني كان المبرر له لها مش الإرهاب، ويعني استعمال الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين العزل يعني مش هو سبب، بل يعني سحب الرأي العام من القضايا الداخلية هذا أمر يثير سخرية بطبيعة الأمر، ليس لما يجري في جنين أي علاقة، لا يعني علاقة مباشرة ولا غير مباشرة بالأحداث في إسرائيل. الأحداث في إسرائيل بغض النظر عن بعض المظاهر الخطيرة للديمقراطية الإسرائيلية اللي هي الاستعمال العنف والادعاء ودعوة الناس إلى عصيان مدني عنيف، بغض النظر عن المصطلحات العنيفة هناك مجال لافتخار بأنه تعبير الرأي في إسرائيل هو أمر ديمقراطي. هذه أصلا جل ظاهرة الديمقراطية في إسرائيل. سيد ألون، سيد ألون، إلى أي حد من الممكن أن يكون نتنياهو وحكومته تحاول أن تخرج من هذه الأزمة باختلاق عمليات جديدة ضد الفلسطينيين؟ بصراحة أنا ما بفكر إنه في علاقة بين الاحتجاج، احتجاج المجتمع الإسرائيلي بمواضيع كدائية والعملية العسكرية اللي بيصير في مخيم جنين. هذه العملية كان ممكن بتكون تحت كل حكومة، يا تحت نتنياهو يا تحت رئيس الحكومة السابق. بدي أذكر المشاهدين إنه مسيرة التصعيد بدأت في شمال الدفه قبل سنتين تقريبا تحت حكومه مختلفه ابكر نتنياهو. معناته اذني ما في علاقه مباشره او ما في علاقه ابدا بين المشاكل او المواضيع الداخليه الاسرائيليه لهم علاقه بس لا هيكل او النظام الديمقراطي داخل اسرائيل. في نقاش عميق بلا شك، بس ما له علاقه لا موضوع الارهاب او الراد الاسرائيلي ضد هذا الإرهاب. بدي أذكر كمان إنه السلطة الفلسطينية بدأت بمسيرة الانسحاب تبعها، مسيرة الانسحاب من أو فقدت السيطرة في مخيم جنين قبل سنة ونص سنتين بدون أي علاقة لمشاكل الداخلية الإسرائيلية وبدون إقامة حكومة نتنياهو نفسه. طب سيد رؤوفين، هل هذه العمليات تكون بقرار أمني بمعزل عن أي وضع سياسي أو أزمة سياسية، أم تكون متداخلة أيضا مع القرار السياسي؟ بطبيعة الأمر أي كل الإجراءات الأمنية التي تقوم بها إسرائيل منذ يعني تأسيسها لحد اليوم مبنية على معطيات أمنية ودرجة الخطورة للمواطنين الإسرائيليين العزل، ويعني أن نعد له ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل. لأنه شوفي، عندما انسحبنا من قطاع غزة كان المقصود أن يتحول قطاع غزة إلى سنغافورة مزدهرة اقتصاديا اجتماعيا، تحولت إلى إمارة إسلامية إرهابية، وهنالك محاولة لتحويل الجنين إلى جزء من إمارة إسلامية إرهابية بتمويل إيراني، وهذا ينفذ بأيات الحماس والجهاد الإسلامي. يعني القرار الإسرائيلي تخذه حكومة إسرائيل بناء على توصيات أمنية. شكرا ومش لك. لتنفيذ يعني شكرا لك، انتهى وقت هذه المقابلة. أشكرك رؤوفين باركو من تل أبيب، كما أشكر الخبير في الشأن الإسرائيلي أيضا المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية ألون أفيتار. في أخبار الساعة سنتابع بعد لحظات، موسكو الخارجة من تمرد فاغنر تلوح مجددا باللجوء إلى النووي.
أهلا بكم من جديد إلى أخبار الساعة. في مشهد الانتخابات الأمريكية سلط موقع أكسيوس الأمريكي الضوء على معركة الجمهوريين، ورأى أن حملة ترامب الانتخابية لم تواكب باقي حملات خصومه من مرشحي الحزب الجمهوري. حملة ترامب التي انطلقت في 15 من نوفمبر الماضي لا تسير على وتيرة حملاته السابقة حسب الموقع، فترامب عقد أقل من 30 فعالية بينها 4 فعاليات فقط في أيوا و5 في نيو هامشير وفعاليتان في ساوث كارولينا، ولم يعقد أي فعاليات في نيفادا بعد. في المقابل منافسو ترامب في الحزب الجمهوري عقدوا فعاليات انتخابية أكثر منه بحسب أكسيوس، فحاكم ولاية فلوريدا رود دي سانتس عقد 55 فعالية، فيما عقدت الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا نيكي هايلي 59 فعالية. ورجح الموقع عدم حاجة ترامب لقيامه بحملة بنفس قوة منافسيه للفوز بالترشح، فهو يحتل الصدارة رغم بطء حملاته. في الطريق نحو البيت الأبيض عقبات أمام المتنافسين البارزين، الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب. لكن ترامب وبايدن ليسا وحدهما، إذ ظهرت مجموعة غامضة تمهد الطريق لمرشح ثالث وفق صحيفة وول ستريت جورنال. مجموعة وبحسب الصحيفة تطلق على نفسها اسم نو ليبلز، وتعتبر بل تعتبر عودة ترامب إلى البيت الأبيض خطيرة جداً. المجموعة الجديدة ترى أن حظوظ مرشحها جيدة في الولايات الحرجة أو في حال عدم حصول أي مرشح رئاسي على 270 صوتاً في المجمع الانتخابي، ما يسمح لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري باختيار الفائز. هو سيناريو تراه نو ليبلز ممكناً خاصة في ولايات مثل أريزونا، ألاسكا، كولورادو، أوريغون، يوتا، وتسعى للوصول إلى أماكن أخرى. صحيفة وول ستريت جورنال ترى أن الاستطلاعات تظهر أن غالبية الناخبين لا يريدون الاختيار بين بايدن وترامب، وغالبية الأمريكيين لا يوافقون على أداء أي منهما في منصب الرئيس. ورغم بطء حملات ترامب الميدانية، إلا أن ميدان التواصل الاجتماعي يشهد منافسة أكثر شدة، إذ انتقل الصراع من التجمعات الانتخابية الميدانية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر ما تكون هذه الظاهرة بارزة بين مرشحي الحزب الجمهوري دونالد ترامب ورون دي سانتس. وسلاح هذه المعركة مقاطع مركبة وصور معدلة. نتابع. الصراع على مقعد الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل بين ترامب ودي سانتس خرج من مطابخ السياسة إلى موائد منصات التواصل الاجتماعي. الأطباق المقدمة من كلا الفريقين عبارة عن مقاطع فيديو وصور مركبة ومعدلة بالذكاء الاصطناعي. المعركة تعكس أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات والتهديدات المتزايدة للصور ومقاطع الفيديو المزيفة. فريق ترامب بدأ المعركة في مايو الماضي حينما أنشأ مقطعاً مزيفاً على تويتر سبيس يسخر من حملة دي سانتس على المنصة. في الفيديو المزيف الذي شاركه ترامب على منصة تروث سوشال، يظهر حاكم ولاية فلوريدا وهو يطلق حملته برفقة أدولف هتلر ونائب الرئيس السابق ديك تشيني والديمقراطي جورج سوروس. لم يدم الأمر طويلاً حتى ظهر على الإنترنت مقطع فيديو مزيف يركب وجه دي سانتس على شخصية مايكل سكوت من مسلسل ذا أوفيس في مشهد مشهور يرتدي فيه سكوت بذلة نسائية في العمل ويطلق عليها بذلة القوة. العديد من حلفاء الرئيس السابق بمن فيهم نجله دونالد ترامب جونيور شاركوا الفيديو رغم عدم اتضاح مصدره. لم يمر وقت طويل حتى رد فريق دي سانتس بصور مزيفة لعناق ترامب مع مدير المعهد الوطني للصحة السابق أنتوني فاوتشي الذي أصبح هدفا مفضلا للمحافظين بسبب سياساته وإرشاداته أثناء فترة وباء كورونا. فريق ترامب رد قائلا إن الصور مزيفة، هي مواجهة مفتوحة بين جمهوريين ساعيين للحصول على ترشيح الحزب قبل المعركة الأكبر في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن. وللقصة بقية. بلال البجديني، العربية.
من واشنطن ينضم إلي أسامة سبلاني ناشر ورئيس تحرير صحيفة صدى وطن. أستاذ أسامة أهلا بكم معنا. من هم نو ليبلز؟ هل هناك أي معلومات عنهم؟ وماذا يمكن أن يفعلوا في هذه الانتخابات الرئاسية؟ طبعا نحن يصلنا هذا العدد الكبير من الأفلام التي مركبة، يعني طبعا واضح أنها مركبة وتهدف إلى زعزعة يعني الثقة بالمرشحين. أنا لا أعتقد بأن هنالك أي فئة غير الجمهوريين وغير الديمقراطيين سيخوضون هذه المعركة، ولكن ضمن الفريق الجمهوري هنالك احتدام في المواقف وفي السباق، وأعتقد بأنه هنالك أكثر من 12 مرشح، منهم 4 مرشحين يعتبرون بأنهم في القيادة يعني في المقدمة، وبالتالي هنالك والأكثر 2 في الحزب الجمهوري هم متقدمين عن 12 مرشح، هم دونالد ترامب وران دي سانتس. طب هل من الممكن أن تكون مجموعة نو ليبلز مثلا من الأشخاص الديمقراطيين والجمهوريين ولكن هم غير راضين لا على ترامب ولا على جو بايدن ولذلك يحاولوا أن يخلقوا طرف ثالث؟ أعتقد بأنه من الصعب جدا في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت بالتحديد أن يعني يخلق أو يولد تيار ثالث غير الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. أعتقد هنالك عدة محاولات باءت بالفشل يعني من حتى هذا هو السؤال، لماذا ببلد ديمقراطي يصدر الديمقراطية مثل الولايات المتحدة كما هي دائما تقول وبأنه هي مثال للديمقراطية وتحترم الديمقراطية ولا نجد إلا هذين الحزبين؟ يعني لماذا دائما غير واردة فكرة أن يكون هناك جماعة ثالثة أو حزب ثالث دائما يفشل؟ أنا أسأل بعض المسؤولين في الحزبين عن هذا السؤال بالتحديد والجواب هو ديمقراطية مدروسة في أمريكا، ديمقراطية مدروسة ليست الديمقراطية المفتوحة. يعني أي وقت من الأوقات وجد تيار ثالث حتى ضمن الأحزاب، يعني مثلا حزب الشاي وجد طبعا من خلال الحزب الجمهوري واستطاع الحزب الجمهوري أن يقضي عليه وأن يضمه إلى يعني إلى العناصر في الحزب. طبعا داخل الحزب الجمهوري هنالك من يعني متطرفين وهنالك معتدلين، وفي داخل الحزب الديمقراطي هنالك متطرفين وهنالك معتدلين. أنا أعتقد بأن كلمة الديمقراطية كلمة يعني كثير شماعة كبيرة يعلق عليها الأمريكيين في عدة مواقف. يعني الانقسام الموجود اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية يدل بأن الديمقراطية لا توجد في أمريكا بهذا الحجم الذي تصوره أمريكا بنفسها بأنها ديمقراطية وحامية الديمقراطية في العالم. شكرا لك من واشنطن أسامة سبلاني ناشر ورئيس تحرير صحيفة صدى وطن. إلى روسيا الآن، حيث تستمر محاولات الرئيس فلاديمير بوتين بتحجيم مجموعة فاغنر بعد تمردها الأخير، فهو تمرد وضع السيد الكريملين أمام تحديات عديدة أبرزها إدارة عملية الاستحواذ على الشركات التي وصفت بالأكثر تعقيدا في التاريخ وفق صحيفة وول ستريت جورنال. الصحيفة كشفت أن الملك الجديد المحتمل لباتريوت ميديا وهي ذراع إعلامية لفاغنر وأبرز نوافذها موقع ريافان الإخباري ستكون شركة ناشونال ميديا جرو برئاسة إلينا كابيفا التي تعتقد واشنطن أنها أم لثلاثة من أطفال بوتين. وبحسب الصحيفة فإن جهود فاغنر لحشد النفوذ الدولي للكريملين وتحصيل الإيرادات كانت تديرها شركة كونكورد القابضة التابعة لبريغوجين. مسؤولون غربيون أوضحوا أن العديد من الصفقات التي أبرمتها الشركات المرتبطة بفاغنر مع الحكومات الأفريقية كانت غير رسمية وتعتمد على التهريب والتحويلات غير المشروعة وتفاوض عليها بريغوجين نفسه. أما محاولة بوتين طي صفحة التمرد وابتلاء حكومته لإمبراطورية فاغنر تشبه إلى حد كبير وبحسب الصحيفة الأمريكية محاولات التاج البريطاني تصفية شركة الهند الشرقية عام 1858. بوتين يوقع قصة نهاية بريغوجين مع فاغنر ويبدأ إجراءات الاستحواذ على شركة المجموعة.
زعيم الكرملين يحاول السيطرة على الإمبراطورية التي تضم أكثر من 100 شركة، منها المعروفة وأخرى مجهولة أو بالأحرى وهمية. أبرز هذه الشركات مجموعة فاغنر العسكرية وشركة كونكورد للتموين، فضلاً عن مجموعة باتريوت الإعلامية. وإذا كان دور فاغنر العسكري معروفاً من خلال القتال في مجموعة من الدول كأوكرانيا وسوريا وليبيا، فإن شركات أخرى تعمل في روسيا وغيرها من دول العالم تتبع سياسة دفع رواتب العمال نقداً في كثير من الأحيان. فالعديد من الصفقات التي أبرمتها الشركات المرتبطة بفاغنر مع الحكومات الأفريقية غير رسمية، وتعتمد أساساً على التهريب والتحويلات غير المشروعة. فبالإضافة إلى عقود المرتزقة الأجانب وحقوق التعدين، تحصل الكيانات المرتبطة ببريغوجين على أموال من عقود الحكومة الروسية المتضخمة. من 2011 إلى 2019 تم منح الشركات التي يديرها بريغوجين ما لا يقل عن 3 مليارات دولار في عقود حكومية روسية كانت مخصصة لتقديم الطعام. شركة كونكورد للتموين التابعة لشركة بريغوجين حققت 80 مليار روبل من عقود حكومية لتزويد الجيش الروسي بالغذاء وفق ما جاء على لسان بوتين. هذا دون الحديث عن تعاملات غير مشروعة بالذهب تمول المجموعة وتساعدها على بقاء عناصرها وزيادة عددهم في أوكرانيا وبعض البلدان في أفريقيا. أما مجموعة باتريوت الإعلامية فتضم وكالة الأنباء الفيدرالية وأخبار الشعب والاقتصاد اليوم ونيفسكي نوفوستي والسياسة اليوم، فتمثل ذراعاً إعلامية لفاغنر. تطورات ستغير خارطة المجموعة المعقدة التي صنعها بريغوجين بدعم من الكرملين على مدار سنوات، ما يطرح أمام بوتين تحدياً يتمثل في قدرته على الاستحواذ عليها، خاصة الفروع الموجودة خارج روسيا. بلال البجدين، العربية. وقبل أن نتابع مع شأن الروسي، نتوقف مع هذا الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي لمواجهة عناصر من وحدة ماجلان مع المسلحين الفلسطينيين وجها لوجه في مخيم جنين. إذن هذا الفيديو نشره الجيش الإسرائيلي لوحدة أو عناصر من وحدة ماجلان بمواجهة وجها لوجه مع المسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين. هذا المخيم الذي يشهد عملية عسكرية إسرائيلية منذ فجر الاثنين، وراح ضحية هذه العملية حتى الآن 8 فلسطينيين والعديد والعشرات من الجرحى. وأيضا كنا منذ قليل نتابع التعزيزات الأمنية التي تجريها أو يجريها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، كما خرج من مخيم جنين ورصدت هذا النزوح كاميرا العربية لأكثر من 3000 شخص من الكبار السن والأطفال والنساء. أكثر من 500 عائلة خرجت من المخيم بمرافقة من الهلال الأحمر، وهذا يؤشر على أن العملية يبدو بأنها ستستمر، لأن الجيش الإسرائيلي يقول، وحتى نتنياهو قال، بأن هذه العملية لها أهدافها ولن تتوقف إلا بالحصول على أهدافها. إذن الجيش الإسرائيلي ينشر هذا الفيديو لمواجهات وقعت في جنين وكانوا وجها لوجه لعناصر من وحدة ماجلان مع المسلحين الفلسطينيين. بالعودة إلى روسيا وتداعيات تمرد، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت وأن الجيش أظهر الولاء الكامل للقيادة الروسية. كما أوضح شايغو أنه لا تأثير لإحداث تمرد فاغنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا. إلى ذلك بيّن الوزير الروسي أن القوات المسلحة الروسية دمرت جميع دبابات ليوبارد تقريبا التي حصلت عليها القوات المسلحة الأوكرانية من بولندا والبرتغال وتبلغ 16 وحدة. وفي وقت يختلف فيه الغرب على بوتين القوي أو الضعيف، يعود نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى التلويح بورقة السلاح النووي بقوله إن الصراع النووي ممكن ومحتمل، وعزم ميدفيديف ذلك إلى وضع العالم الحالي، كما وصف هذا الوضع بالأسوأ من أزمة الكاريبي، فخصوم روسيا وفق قوله يحاولون هزيمتها رغم أنها أكبر قوة نووية. ما
نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا مليار قالت إن قوات كييف تتقدم شرق وجنوب أوكرانيا وإنها حررت 158 كيلومترا منذ بداية الهجوم المضاد وفق قولها. خلال الأسبوع الماضي تحسن موقع قواتنا في الشرق باتجاه باخموت وازدادت المساحة المحررة 9 كيلومترات مربعة. في الجنوب تواصل قواتنا شن عمليات هجومية في منطقتي ميليتوبول وبيردايانسك. وخلال الأسبوع الماضي وحتى الثاني من الشهر الجاري زادت الأراضي المحررة بأكثر من 28 كيلومترا مربعا. وأجمالا المساحة التي تم إخلاؤها في الجنوب تبلغ 158 كيلومترا مربعا منذ بداية الهجوم المضاد. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في لقاء صحفي مع نظيره السوري في دمشق، قال إن تهريب المخدرات بين البلدين يمثل خطرا كبيرا يتطلب آلية من التعاون لوقف مخاطره. كان هنالك قرار أيضا تنفيذا لاجتماع عمان أن يكون هنالك عقد للجنة المعنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، وكما كنت قلت سابقا أن هذا تحد كبير وهذا خطر حقيقي لابد من أن نتعاون على مواجهته، ونحن في المملكة نرى أن هذا التهديد يتصاعد ونقوم بكل ما هو لازم لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر. من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن قضية عودة اللاجئين تشكل أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن اللاجئ السوري يجب أن توفر له حياة كريمة لدى عودته إلى وطنه. نحن والأشقاء في المملكة الأردنية لا نختلف حول أهمية عودة اللاجئين، واللاجئ السوري كما نقول دائما في لغتنا لا يحتاج إلى بطاقة دعوة للعودة إلى وطنه، لكنه يحتاج إلى مستلزمات، ونحن نعتقد أن هذه المستلزمات هي أساسية كما ذكر معالي الوزير، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية والمياه، وأنتم ترون من أين تأتي هذه المشاكل. هنالك فعلا في الدول الغربية والدول التي لها مخططات في سوريا نهجا يقوم على تعميق هذه المشاكل، وهنالك إعلام واضح من قبل بعض هذه الدول بعدم السماح للاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم. قالت مصادر خاصة للعربية أن مصر تضع شروطا أمنية لعودة السياح الإيرانيين وتشترط عودة تدريجية للطيران الإيراني وبرحلات محددة. وأضافت المصادر أن السلطات المصرية تقول أن ملف سفر المصريين لإيران سيبقى مقيدا. هذا وسيجتمع وفدان من القاهرة وطهران في العراق لبحث إعادة التمثيل الدبلوماسي وفق المصادر نفسها. أعلن رئيس مجلس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق تسديد العراق كافة الاستحقاقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار، مضيفا أن العراق أودع هذه المبالغ في المصرف العراقي للتجارة بعد الاتفاق على صرف هذه المبالغ لشراء السلع التي لم يشملها الحظر المفروض على إيران. في أخبار الساعة سنتابع بعد قليل شاب عراقي يحمل قلبه الصناعي في حقيبته، تفضلوا بالبقاء معنا. نتابع أخبار الساعة من فرنسا، حيث أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانو عودة الهدوء إلى باريس بعد الأحداث التي شهدتها على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة. الوزير الفرنسي أكد أنه رغم الهدوء إلا أن وزارته ستستمر بحشد رجال الشرطة والدرك بناء على طلب رئيس الجمهورية. أعتقد أن الوقت يجب أن يحين لنلاحظ أن النظام العام قد أعيد فرضه. سنستمر في حشد رجال الشرطة والدرك بشكل كبير في الليلة القادمة بناء على طلب رئيس الجمهورية، على الرغم من أننا لاحظنا أن الأمور كانت هادئة جدا خلال الليلة الماضية رغم بعض الاستثناءات القليلة. هذا وخرج رؤساء البلديات الفرنسية في تجمع مدني للتنديد بموجة العنف التي تشهدها المدن والتي بدأت حدتها تتراجع في مختلف أنحاء البلاد. وكانت جمعية رؤساء بلديات فرنسا دعت المواطنين إلى تعبئة مدنية للعودة إلى النظام الجمهوري بعد هجوم عنيف اقتحمت خلاله سيارة منزل رئيس بلدية في منطقة باريس، ما أثار تنديدا بالإجماع.
في ظل تصعيد التوتر بين تايوان والصين، أعلنت تايوان إطلاق تجربة صاروخية بالذخيرة الحية لمدة يومين. إعلان يأتي قبل إطلاق أكبر مناورات عسكرية سنوية في الجزيرة، ويأتي ذلك بعد تدريبات عسكرية للصين حول تايوان كان آخرها في أبريل. وقالت بكين في حينها أنها تدربت على حصار جوي شامل للجزيرة. ربيع الخزاعي شاب عراقي يعيش بقلب صناعي يحمل قلبه في حقيبة على كتفه ويؤدي كل الأعمال الحيوية اليومية، ويقول طبيبه إنه يتمتع بصحة جيدة وإن حياته طبيعية رغم أنه يحمل قلبا صناعيا. متابع. تسع سنوات قلبي خارج جسمي، أحمله بجنطة على كتفي، وبالليل انام على هاي الاجهزه، وبالنهار اطلع اعمل رغم ما جسمي كله وايرات وقلب خارج الجسم، عايش حياتي الطبيعيه. يتمتع بصحه جيده وحياه طبيعيه، ونسبه تشبع الدم بالاكسجين 97%، وبمعدل تنفس طبيعي تماما 17 مره بالدقيقه، وقادر على أن يؤدي كل الأعمال الحيوية اليومية. ربيع أول حالة بالعراق طبعاً، وشاب طموح ومجتهد ويحب يطلع ويمارس حياته الطبيعية، يشتغل ويطلع ويما أقاربه. قصته ملهمة. في زمن مضى كان الذكاء العاطفي وحده محل الدراسة والبحث، واليوم يأتي الذكاء الاصطناعي ليشغل العالم. خبير التربية بيل ميرفي جونيور أوجد مقاربة بين الذكائين قائلا إن أصحاب الذكاء العاطفي المرتفع متميزون في استخدام الذكاء الاصطناعي. جونيور أحصى 17 طريقة يمكن من خلالها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بينها الاستفسار من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن أفضل طرق افتتاح الاجتماعات أو البدء بالمحادثات أو تحسين العلاقات من خلال الاستفسار عن بدائل لغوية أفضل لقول آسف. بل ويدعو جونيور أيضا إلى تعلم قول لا من خلال الاستفسار عن طرق مهذبة لرفض الدعوات والطلبات. كما يرى الخبير جونيور أن عصرنا الحالي يشهد بداية الانتشار للذكاء الصناعي، وهو يشبه عصر أواخر التسعينيات حين بدأ الانتشار الواسع للإنترنت، لذا سيصبح الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية مع توسع دوره في حياتنا. إلى هنا تنتهي أخبار الساعة، لم يبقى سوى التذكير بالعناوين. جنين في دائرة الاستهداف الإسرائيلي مجددا، العربية ترصد نزوح مئات العائلات الفلسطينية من المخيم. بين قضايا ترامب وعمر بايدن، مجموعة أمريكية تبحث عن حل وسط. بعد تمرد فاغنر، ميدفيديف يلوح بلجوء موسكو إلى السلاح النووي. وفدان من مصر وإيران يبحثان عودة التمثيل الدبلوماسي، والقاهرة تشترط التدرج. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.